السلام عليكم. الـ Exponential Amplifier أو الـ Anti-Log عندنا هذا أحد أنواع كذلك الـ Special Purpose Operational Amplifier. اللي حابينه شيء مميز إنه وجود كومبوننت إضافية لهاي السيركت ما اعتدنا إنه هي تكون موجودة بدل إحدى المقاومات. طبعا هاي الكومبوننت هو عبارة عن الدايت. ذكر في محاضرة سابقة كان أخذنا لوج أوبريشن أمبليفاير، كان كذلك وجود دايود في الدائرة مالتنا لكن كان موجود في منطقة الفيدباك، أوكي، بدل هاي المقاومة بدل الار فيدباك. لكن هالمرة بالأنتي لوج أوبريشن أمبليفاير أو الإكسبوننشال أمبليفاير موجود هذا الدايود لكن في بدل مكان الار 1 اللي هي الانبوت امبيدنس. فنلاحظ انه هذا وجود هذا الدايود رح يأثر كذلك على الدائرة على الشغل مالتها بحيث يطلع لنا output هو يكون special خاص فقط في هاي الدائرة. بالنسبة لتحليل هاي الدائرة ما يختلف تقريبا عن أي تحليل قمنا بينه سابقا، والمعادلات طبعا أوكي، الفكرة نفسها، الشبكات نفسها أوكي، سريان تيار إلى آخره، الفولتيات كلها نفسها، لكن حسب كل كومبوننت ممكن تختلف خاصيته حسب ربطه إلى آخره، يعني ممكن يعطينا بعض التغييرات، لكن هو بشكل عام الأسلوب في الحل أو اشتقاق المعادلات هو راح يبقى نفسه. فأنا عندي هاي الفولتية، فولتية الإدخال الـ VN، راح يصير هوني تيار، بما أنه راح يصير داخل الدايل فأنا راح أسميه ID، أوكي؟ هذا التيار راح يصل الى هاي المنطقه اوكي اللي قلنا بها انه فولتيه في 1 هي تساوي الصفر، فاكيد راح يطلع فقط الى فوق ويروح على المقاومه الار فيدباك. ممكن هذا التيار اسميه اي 2 ار في، يعني عفوا اي فيدباك الى اخره، ممكن بما انه تيمنا بهاي المقاومه اللي راح يسري بها. اوكي، فعندي تيار الدايد انا اعرفه اللي هو قلنا راح يسري بهذا الشكل، اوكي، اي دي يساوي تقريبا اوكي اي ساتوريشن، باعتبار احنا مثل المحاضرة السابقة ذكرنا انه راح نحمل طرف السالب واحد باعتبار انه احنا راح نشتغل بالفورورد بايس، اوكي، هذا الدايود راح يمشي، او عفوا الدايود راح يمشي طبعا بال هذا الدايود لما يكون كفورورد بايس، كريفرس بايس ما راح يشتغل اساسا، هو فقط يشتغل عندنا هوني بهاي السيركت مالتنا كفورورد بايس، اوكي. فالاي ساتوريشن في الاكسبوننشال للاس ايش؟ فولتية الدايود، هي هاي الفولتية اشنو؟ ارجع انه نحكي انه هاي لو انا اجي اقيسها بالمختبر راح احط طرف هوني وطرف هوني للفولت ميتر، راح اقيس هاي فولتيه الدايت، خلي اسميها من البدايه في دي. هاي الفي دي اللي هي هوني فولتيه الدايت راح تكون الفولت ميتر يقيس لي الفرق بين هذول النقطتين اللي انا حطيته الاطراف عليه، راح يكون عباره عن الفي ان ناقص الفي 1. الفي 1 قلنا هي صفر، فراح يكون عندنا فولتيه الدايت الفي دي هي نفسها تساوي لي فولتيه الادخال اللي هي الفي ان، اوكي. فممكن هوني بالمعادله راسا اكتب في ان وليس الفي دي، اوكي، اوفر الفي تي، وهذا قلنا قيمه ثابته، اوكي. هسه بالنسبه للاوتبوت نفس الحاله، انا اجي همين اوكي، اجي انا اريد اطلع الاي 2، فاقول انه الاي 2 هو يساوي الفولتيه على المقاومه، المقاومه من عندي ار 1 او عفوا ار فقط، فانا اجي احطها نفس ما هي، ما اكو اي مقاومات اخرى حتى احسب للمقاومه المكافئه، اجي اقيس الفولتيه مالته، وانا اعرف انه اقيس اي فولتيه، اتخيل نفسي وكانه بالمختبر، اجيب اقطاب الفولت ميتر واقيس على طرفين هذا المنطقه اللي انا اريد اطلع الفولتيه مالته. فانا لاحظ انه ايش هاي المنطقه هي في 1 ناقص هاي المنطقه، لان احنا اوجد الفرق هو يساوي فولتيه هاي المنطقه، الفرق بين هذول المنطقتين يساوي فولتيه هاي المنطقه، اوكي. هاي هي وين الفي اوت، اوكي، هاي فولتية الفي اوت، ففي 1 اللي هي اساسا صفر ناقص الفي اوت راح يبقى عندي هون ناقص الفي اوت هي فولتية هاي المقاومة، اوكي. فانا في حال اريد مثل ما هوني نطلع بدلالة الفي اوت اقول حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، طبعا السالب هم راح ينضرب بيه، راح تكون الفي اوت تساوي سالب اي 2 في الار. اي 2 هو منه؟ هو نفسه هذا التيار الدايد يمشي بهذا الشكل، يعني اي دي انا اطيق اكتب اي دي اقله يساوي لي الاي 2 او الاي فور هاي فيدباك عفوا، اوكي، فرح اي مسمى، المهم انه اساويه، فاي دي اللي هو هوني عوضته بدال الاي 2، اوكي، سالب نزل الاي 2 هو الاي دي نفسه في الار. الاي دي ايش يساوي؟ هذا المعادله اجي انزل هوني، فالسالب ينزل اول شيء، الاي دي هو ايش يساوي؟ اي ساتوريشن في الاكسبوننشال اس في ان اوفر في تي، والار تنزل كفاكتور، فتقريبا هذولي شيء ثابتين راح يكونون في الاكسبوننشال للاس في ان اوفر في تي.
هاي رأسا شو بلاحظوا ما مثل المحاضرة السابقة، هون رأسا للفي اوت ما يحتاج اخذ لا لاين ولا اكسبلينيشن ولا اي شيء حتى اطلعها وحدة، هي اساسا صافي وحدة، هي معادلة وصلتوا لها بهاي الطريقة انه كانت لوحدة من البداية. فخلص فالاحظ انه هاي فولتية الادخال اللي راح تدخلي على هاي الدائرة اللي اسمها انتيلوج او الاكسبلينيشن امبليفاير، راح تاخذ لي اكسبلينيشن لل ايش لفولتية الادخال، يعني كاوتبوت راح يطلع على الاوتبوت راح يطلع انه فولتية الادخال تنخذ لها اكسبلينيشن اوكي ومضروبه في فاكتور معين اوكي. هذا شيء ثابت، ما راح انه نقول هو المين فانكشن، احنا الفانكشن الاساسيه مالتنا قعدنا نعمل على هذا فولتية الادخال اللي عم تدخلي لهاي الدائره هي انه عم تنخذ الاكسبلينيشن وعم تطلع الى الاوتبوت، لذلك كانت جت تسميتها انه الاكسبلينيشن امبليفاير، بما انه الاكسبلينيشن عكس اللوج اوكي او عكس اللين فراح يسميه الانتي لوج. فانا ما متى ما جاني سؤال الاحظ بينه انه الدايود اكو دايود بالادخال اوكي بدل مقاومة الادخال، فنعرف انه هذا الدائرة مالتي الانتي لوج او الاكسبلينيشن امبليفاير اوكي. كذلك انه راسا راح اخذ له في حال طلب مني انا اوجد الاوتبوت، فانا اخذ الانبوت اوكي اقسمه على الفي تي، اعطيني هي هاي قيمه ثابته، اخذ له اكسبلينيشن اضربه في المقاومه هاي الفيدباك اوكي في التيار الساتوريشن، طبعا يكون الاشاره سالبه عليها اوكي. فهكذا انا اكون طلعته فوتيه الاوتبوت لهاي الدائره.